الله على هاد اللي نرجي. الله 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 الله، راك خالعني صاحبي، الله راك خالعني. اسمه هذا اسمه الزبير. الزبير يا وليدي الزبير، راه كاين واحد قدامك. اه واش رايك؟ قلت لك على مليانة. ها تبلي ربي، شفت راه برك، شفت راه فرحتوني يا جماعه، عبرتولي. وانتي كانوا يقولوا مليانه وصغيره وكذا، ما فيهاش بالك، ما فيهاش خدمه. ديجا كي دخلنا على باس كان ديجا كانت اكي شابه مع الناس مليانه، ونظن مادام راه مجتمعين اليوم لهنا وجاو بالجمعه الصباح، دونك نيتهم باينه، والانرجي اللي جاو بها تبين بلي راح يكون راح تكون خدمه شابه ان شاء الله معاهم. وسمعنا ونتكلوا على ربي. روجي جاي من تيزي وزو، صالح جاي من بويره، سليم جاي من قلمه. وراهو سليم جاي من قلمه خويا، هادو ما جابوهم الخير وجابوهم المعاونه باش نتحدوا ونضامنوا على هاد العائله. هادو ما سيدي شاف شونتي، قاعدين هنا يوميا من 8 تاع الصباح ل 8 تاع الصباح تاع الغدوه. راك تعرف اذا كان حبيتوا تحطموا الرقم القياسي تاع تغزوت، والله الشونتي ما حبس من 8 ل 8 تاع الصباح. 24/24. واذا اذا كان هو اللي كان يزوق مليانه، هو كان يقول حمروا لي يا جماعه. الور سمير البلومبي راه هنا، شحال كاين بلومبي هنا؟ لي بلومبي وراهم بلومبي خمسه. الله يبارك، الله يبارك. لي زيكتريسيان خدنا، شوف جماعه عطونا تصفيقه حاره على على تازمبيت. ها لي زيكتريسيان اللي جاهم سيدي عيش، جاهم بجايه باش يعاونونا هنا. يا خواتي هذه الدار لكم، هذه العائله تاعكم، وهاد الدراري راهم ولادكم باذن الله تعالى. في سمانه نكملوا الدار. اوبيا اورو بروتيكسيون الجيري توصي وتوصي على الحمايه، تقول انه كل واحد لازم له كاسك ليغون جيلي وصباط ونواضر باش ما تنجرحوش. ان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله ربي يوقف معنا، وواحد فيكم ما يتنجرح وواحد فيكم ما يتبليص. هاد الدار راهي ليكم، كاش ما خصكم هام لي شاف شونتي لهنايا باذن الله نقضيو عليها. اي بداية العمل حسب المخطط، والبداية بتهديم الأسوار كما جرت عليه العادة، والفريق بعزيمة تبدو على ملامح كل من حضر هذا الموعد، لتكون بادرة خير توحي بمغامرة جميلة نعيشها مع بعض. كما راكم تشوفوا اليوم رانا مع الأرملة أم يوسف، رانا نكملوا لها في السكن تاعها. الحمد لله المبادرة هذه ماهيش جديدة علينا، باسكو خدمنا معها من قبل العائلة هذه، وصلنا للشيء اللي راكم فيه اللي راكم تشوفوا فيه. والحمد لله يا ربي اليوم وصلتنا ليكيب تاع اليد في اليد باش نكملوا لها السكن تاعها ان شاء الله، وربي يوفقنا وبارك الله فيكم. مدينة مليانة تستعد بأبنائها لرفع التحدي الذي انتظره الجميع والكل، عازم لإنجاح مغامرتهم وإسعاد العائلة التي بحاجة لكل يد ترجع بسمتهم المفقودة. وأولى الخرجات لجلب المواد يقودها نعيم لتوفير كل اللوازم للورشة. السلام عليكم، كي راك داير صاحبي؟ صافا خويا لاباس؟ انت واسمك؟ عبد القادر. عبد لاباس؟ لاباس لاباس. هاو الشباب تاعنا، هاو الشباب تاعنا. واش راكم؟ مرحبا بيا عندكم يا خويا. مرحبا بك عند فلا شويه. رانا في ولايه عند فلا صح، ورانا في واحد البلاصه اسمها مليانه، بلاصه شابه شابه شابه، عجبتني بزاف وقريت فيها انا في 97، جوزت ايامات تما في 97، كتب المكتوب انه عاودنا ولينا لهنايا، وما نقدرش ندخل لولايه عند فلا وما نجيش الباتيستور. يا خويا مرحبا بكل. ما نقدرش ثم ما نقدرش انه باتيستور ما ترافقناش. باتيستور الحانوت راه ليك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. ودي واش خصيت؟ ما شاء الله عليك. شوف انا هاد العائله ابسط الاشياء ما عندهاش. ولازم لنا عفايس بزاف للشونتي هذاك يا اخي، وقفوا معاه. لوجه الله. ثم لوجه هاد اللي تم. يتم هذا ما عاونتوش الولايه تعرف شكون اللي عاونها؟ لازم توقف. رانا حنا وحنا ناس تاع تاريخ، ناس تاع ثوره، وحنا ودينا داروا الثوره من جيتهم سكار، ونعاونوهم. رانا هنا نغلى المنبت والحانوت قدامك، تصرف كيما تبغي انت. ما شاء الله يخصونا بزاف عفايس الحاج. ادي لي يظهر لك لا بلومبري، اللي يظهر لك اللي تسخاسها وتستفاد العائله ديها يا خويا. ما شاء الله حنا ورانا معك، تجي معنا انت ثاني؟ هنا يا خويا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله.